السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم طلال سام. اللي يعرفني من زمان يدري من المكان اللي أنا قاعد فيه إن أنا رجعت أمريكا، واللي ما يدري أنا أدرس بأمريكا، فالفيديوهات اللي طافت شفتوها وأنا بالكويت، لكن أنا الحين رجعت أمريكا أول أسبوع دراسة. إنه عادة مش كثير عادة. هذه ان شاء الله اخر سنه لي، والصيف اللي جاي راح اكون متخرج باذن الله اذا ما جبت العيد. هالمناسبه هذه Hey guys, this is Talal ASMR. نشرب سويا، نخبكم، استغفر ربك العظيم. المهم موضوع فيديو اليوم كنت راح اتكلم عنه من زمان، واصلا تكلمت عنه ببساطة بفيديو ساينتولوجي ايام خفايا تذكرون. اللي ما يذكر يدخل قناتي، يروح صوب البلاي ليست، في بلاي ليست خفايا سويت برنامج برمضان اسمه خفايا، تكلمت عن دين اسمه ساينتولوجي. الدين هذا يؤمن بوجود شيء اسمه reincarnation، اللي هو ان الواحد يموت ويقوم ويعني يرد الحياة بجسد جديد. هل انا اؤمن بهالشيء؟ لا، لكن في قصص انترستنج، يعني قصص يصير فيكم لحظة ويت، وقف تصوير، هل ممكن انه يكون هالشيء موجود؟ موضوع وايد معقد، وادري انه في ناس ممكن يصير فيهم يا عمي طلع ايش قاعد يقول هذا الحين بيطلعوا من الفيديو، بس في قصص صدق راح تخليك يعني تخليكم تشكون بالموضوع. اول شيء راح اقول قصص تكون قصيرة شوي، بعدين اخر الفيديو راح اقول قصة شخص او طفل اسمه كاميرون. اللي هو قصة طفل شوي اطول من القصص اللي بقولها اول شيء. هذه واحدة تقول انا عندي بنت صغيرة وكانت دائما تخرعني، تقول لي يعني تتكلم البنت عن ام ثانية، وان امها الثانيه توفت يعني قبل فتره، وكان يوم الخميس لما ماتت. فالام قاعده تقول يلا ما علي حال، اشكره قاعد تكذب ولا حل ماله ولا قاعد تتخيل عادي. بس بعدين الاخت البنت الصغيره بدات تدخل بتفاصيل اكثر، وقالت ان امي الثانيه اسمها سالي، والام الحقيقيه تقول ان ولا مره شفنا مسلسل في واحده اسمها سالي، وان يعني البنت عمرها 4 سنين. البنت عمرها 4 سنين وقاعد تقول انها ما اذكر ان انا وريتها مسلسل او فيلم في بنت اسمها سالي. كان البنت الصغيره تقول انها انا اتذكر ان خذيت سلاح ابوي وطقيت سالي بالغلط وهي قاعده تصعد بالدري، واطلقت النار عليها يعني وماتت سالي. قاعد تقول انها ما تذكر يعني هم ما عندهم سلاح بالبيت، واكيد ياهل ما راح توريها مسلسلات ولا افلام فيهم اسلحه ولا. فاستغربت الام شلون انا عندي بنت عمرها 4 سنين تعرف هالمفردات هذه يعني. فالام قعدت تقول حق البنت يا الغاليه شوفي الناس لما يموتون خلاص ما يرجعون، يعني خلاص بس يموتون. كان البنت تقول نو ذاتس نوت ترو، يعني مو صدق يما احنا نرجع. صار فيها الام انا ماشي بطلع من هالكوكب شي ثريا. ننتقل للقصه الثانيه. هذا شخص يقول انه كان عنده اخو عمره 2 3 سنوات، وكان يقول لهم ان انا كان اسمي اوستن. طبعا كانوا يمشون معنا اي اوستن اوكي خلاص اسكتوا كل يلا ساكت يلا. بعدين على يوم من الايام كانوا رايحين قاعدين فارشين زوليتهم بالحديقه وياكلون بالحديقه، طبعا في يمها مقبره. ففجاه قام هذا الياهل اخوهم الصغير ويركض حق المقبره، لين وصل حق هذا الستون اللي مكتوب يكتبون فيه الاسامي وكذي. فراح حق قبر، فراحوا وراه ولا مكتوب بالقبر هير لايز اوستن، يعني مني جسم او جسد او جثه اوستن. ويقول ان اخوه الصغير ما عرف يقرا الا لما كان عمره 6 سنين، وحزتها لما صار هالموقف كان عمره 3 سنوات. هل القصه حقيقيه؟ الله اعلم الله اعلم. هذه واحده تقول ان امها قالت لها القصه، البنت هذه كان عمرها 3 سنوات، انا ماشي مع 3 سنوات. المهم فكانت تقول حق امها يما انت احسن ام انا يعني عرفتها. كان الام تقول لها انا لان امك الوحيده يعني ايش فيك انت؟ لا لا كان عندي ام ثانيه. ام ثانيه؟ اي ام ثانيه. المهم فقالت حق امها شلون ماتت قبل لا ترجع للحياه. تقول ان انا واختي طبعا اختها بالحياه القديمه، ان رحنا صعدنا للتري هاوس هذا اللي يبنونه الامريكان عندهم شيء ما شنو، كان في صوبه نفس نهر او شيء كذي، فهم قاعد يتسلقون، طاحت هذه وما عرفت تتسبح، واختها ما انقذتها فماتت غرقت يعني. القصة الرابعة اللي صراحة أنا أحسها أوفر يعني حيل، يعني هو طبعا كلهم قصص مبالغ فيها يعني ممكن ما يكونوا حقيقيين، لكن هذه بزيادة يعني. هذا لو بيقول احنا كنا مشغلين فيلم وثائقي عن سفينة تايتانيك، طبعا كل اللي يعرفها اللي غرقت. فباللقطة اللي كانت بالفيلم الوثائقي كانوا مصورين ذا بويلر روم، اللي هو البويلر روم أتوقع إذا ما خاب ظني ما بيتفلسف، بس هو المكان اللي مال الماي يعلون ويوطون بالحرارة أو يشغلون البيلر، احنا نسميه البيلر بالكويت. المهم فهم قاعد يشرحون بالفيلم الوثائقي إن مني البويلر روم مني ينتهي من يبتدي، ويعني قاعد يشرحون المكان. كان يقوم الولد ويأشر يقول لا غلط، هذا مكانه مو هني، هذا مكانه هناك، وانا كنت واقف هني قبل لا اموت، بعدين مت عشان كذي انا الحين ما احب الماي. هذه القصه شوي يعني انا قلت لكم مبالغ فيها. القصه الخامسه، هذا الشخص يقول انه هو ومرته كانوا قاعد يسبحون بنتهم عمرها 3 سنين أو 2 سنين، فطلعوها من الحمام وبعدين يقعدون يبون يشرحون لها، يعني شيء اتوقع ما ينشرح حق اهل، المفروض يشرحونه حق شخص عمره 6 سنوات 7 سنوات. المهم قاعد يقولون حق بنتهم ماما ترى انت لازم تنظفين يعني البرايفت بارتس، يعني الاماكن الحساسه. كان فجاه البنت تقول اصلا ما حد يعني استغفر الله ما ادري اذا اقدر اقول هالقصه ولا لا. هذه مو قصة بس، هذا شيء واحد يعني واحد عمره 3 سنوات قال حق ابوه تذكر يوم انا كنت الكبير وانت كنت اصغر مني. هذا احس عادي يعني، هو صدق يعني اذا طلع من الكلام من واحد صغير احس فيك هذا ايش فيه، بس عادي. هالقصة هذه صارت بسوريا، يا سوريا يا فلسطين ما ادري صراحة، لكن اعتقد بسوريا. في ولد صغير هم عمره 3 سنوات، ما ادري ايش المغزى من العمر 3 سنوات. المهم كان دائما يشكي من عوار بالراس هني او هني، بعدين بدا يتذكر ويقول حق اهله ان انا انقتلت بحياتي السابقه، او ان انا انقتلت بفاس، اللي ما يعرف شنو فاس هذا هو الفاس. بعدين ما حد صدقه، تذكر الولد مكان الجثه وراح قال حق اهل المدينه، وراحوا وحفروا 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 وتخيلوا لقوا جثه داخل ولقوا فاس. وهالقصه يمكن اكثر قصه حقيقيه لان كان في دكتور موجود وسووا عنها فيلم وثائقي او حطوا القصه بكتاب، فهذه اكثر او اشهر قصه صارت يعني. الحين ببدي بالقصه اللي راح تكون شوي اطول من القصص اللي تو. هذا الطفل اسمه كاميرون، طفل من ولد بجلاسكو، جلاسكو منطقة موجودة بسكوتلندا. كان عايش مع أمه نورما، وطبعا نورما كانت سنجل ماذر يعني أم يعني الأب مو موجود بحياته. كاميرون من لما كان عمره 2 سنين لين عمره 5 سنوات وهو يعيد ويزيد بهالقصة هذه. يقول إنه هو كان اسمه بحياته السابقة كاميرون نفس الاسم، بس كان يقول إنه هو بحياته السابقة كان عايش بجزيرة موجودة بسكوتلندا اسمها بارا، لكنها وايد بعيده من المنطقه اللي هو عايش فيها حاليا مع عائلته. وغير كذي الجزيره هذه منبوذه، يعني مو منبوذه عفوا بس وايد بعيده، فيعني ما حد يدري عنها، فشلون عرف حتى لا يحطونها لا بافلام وهذا ولا. المهم انه قال انه هو كان يعيش بجزيره اسمها بارا. يقول انه هو كان عايش مع 2 من اخوانه فهم او 3 وامه وابوه، وكالعاده كاي ابو او اي ام بالبدايه ما كانت تلقي وجه، بس بعدين شافت ان الموضوع قام يضايقه، يعني الموضوع يعني هو يمشي ويتكلم عند ربعه بالمدرسه يقول لهم ان انا كنت بجزيره اسمها بارا، ان انا ولد هالجزيره، وان يعني مشتاق حق امي القديمه. يعني هالقصه وكاميرون كان وايد غير عن الباقي، انه يعني اسلوبه وشلون هو مصدق الموضوع واسلوبه مقنع. وامه بدات تساله ان انت اذا ولد جزيره بارا او عندك عائله بجزيره بارا شلون صرت معانا الحين؟ كان يقول انا اتذكر ان انا طحت بحفره كذي طويله بعدين طلعت بهالحياه. بعد ما شافت ان الولد وايد متاثر الموضوع ويعني صدق زعلان ومشتاق حق الجزيره، قالت انا لازم اروح اشوف حل، فكلمت كذا جهه مختصه للاطفال وسالفه الخيال تبع الاطفال، ولا جهه قدرت تساعدها، فقالت يبا وخروا عني أنا باخذ ولدي وبروح الجزيرة هذه. الجزيرة تبعد عن بيتهم 320 كيلومتر، ما أدري يعني إيش كثر لكن بعيد. وقبل لا يمشون يروحون الجزيرة في شخص دكتور اسمه جيم تاكر، هذا عايش بأمريكا وهم بسكوتلندا. هذا جيم يتكلم دائما أو يعني يبحث عن الأطفال اللي يتكلمون عن حياتهم السابقة، فحجز تذكرة وراح حق سكوتلندا عشان يبي يقابل كاميرون. وبهاللقاء لما سأل كاميرون قال إن أنا أتذكر إن عندي أبو اسمه شين روبرتس. And it was white. How many stories were there? 1,000. Yeah. You remember his name? No. Robertson. Dan Robertson. He had spiky hair and those weird sharp spikes. وقرروا كلهم إنهم يروحون حق هالجزيرة هذه بعد ما قابله وكل شيء، لكن قبل يروحون هم كاميرون ذكر نقطة مهمة، قال إن أنا كنت عايش ببيت وإن وإحنا بالبيت نقدر نشوف الطياير لما يهبطون على الشاطئ، انه ما في مكان يهبطون فيه فيهبطون بالشاطئ لما يكون جزر وانه ما في ماء. لما راحوا الجزيره طلع صح كلامه، لما هبطوا على شاطئ، ولما وصلوا كاميرون حس بسعاده مو طبيعيه، يعني نزل فرحان ومستانس وحس انه هو رجع لمكانه، عرفتوا؟ المهم وهم بالدرب ركبوا سياره وكذي، وهم بالدرب كاميرون يأشر على بيوت، عرفتوا؟ انه اوه هذا البيت اعرف فيه شخص، اوه هذا البيت اعرفه، شي عرفتوا؟ Well, they might see it's in my house on the way. You know what? I know the person who lives there, but... You know the person that lived there? But I can't remember. Ooh, no. هم هناك راحوا حق الجهة المختصة اللي يعني تحمل سجلات هذه المدينة عشان بيشوفون هل في شخص اسمه شين روبرتسون كان يملك بيت بهالجزيرة ولا لا، ولكن للأسف ما لقوا شيء. فقالوا خلاص ناخذ كاميرون للمكان اللي احنا هبطنا فيه بالطيارة، يعني البيوت اللي حول هالمنطقة هذه، ونشوف اذا يقدر يلاحظ شيء. راحوا صوب البيوت اللي صوب المنطقه مالت هبوط الطيارات، لكن كاميرون ما لاحظ شيء. المهم اليوم اللي بعده دقوا عليهم هذه الجهه المختصه لسجلات الجزيره وقالوا لهم ترى على فكره لقينا ملفات ان في شخص اسمه روبرتسون وكان عنده بيت موجود صوب هذا هبوط الطيارات، لكن كان الفيكيشن هاوس، يعني يروحوا له وقت العطل ايام الستينات والسبعينات. فطلع صح كلام كاميرون، في عائله اسمها روبرتسون عايشه بهالمكان او كانت عايشه بهالمكان. وقالوا لهم وين كان مكان البيت بالضبط، فركبوا سياره وراحوا يبون يشوفون هذا المكان. وصلوا للمكان والبيت القديم، واول ما نزل كاميرون تغير مزاجه، كان حيل مستانس اول ما وصلوا للجزيره، بس لما راحوا صوب هالبيت تضايق وزعل لان البيت شوي تغير، يعني هو نفس البيت بس تعرفون اكيد يعني لازم يرممونه ويغيرون فيه اشياء. قدر يعرف وين غرفته كانت، وين غرفه امه، وين غرفه اخوانه، وقال لهم ترى في باب صغير موجود برا، وراحوا للباب موجود صدق، ما شالوا الباب يعني. وهم هناك كان متضايق وقال ان انا حيل مشتاق حق امي القديمه وادري ان هي ما راح تكون موجوده. الموضوع غريب يعني، انا ما ادري اذا ولدي ولا بنتي سوت شيء يعني ايش بسوي صراحه، انا اقول اسكت شنو امك القديمه وين قاعدين احنا. المهم رجعوا المدينه ورجعوا بيتهم ومشوا من الجزيره، لكن الام ما اكتفت، راحت كلمت جهه مختصه ما ادري شنو يسمونهم بالعربي، لكن يقدرون يشوفون بالضبط الشجره هذه مالت العائله، وشافوا ان البيت هذا يرجع لعائله اسمها روبرتسون، وان العائله صدق موجوده بسكوتلندا، وملكوا هذا البيت لمده 20 سنه او اكثر من 20 سنه. وبعدين طلعوا شجره العائله، وتبي تشوف منو الاشخاص اللي يعني من هالعائله اللي كانوا بهالبيت ما زالوا على قيد الحياه. المهم بعد البحث الطويل لقوا واحده اسمها جيليان روبرتسون وعايشه بسكوتلندا، ويقولون ان هي اخت كاميرون بالحياه القديمه، يعني جزء من العائله اللي كانت موجوده بهالبيت والجزيره. وراحوا وقعدوا مع هذه اللي المفروض انها اخته، وصححت بعض المعلومات، قالت انه ما كان في شخص اسمه كاميرون، هو الولد قال ان انا اسمي كاميرون بالحياه السابقه، وقال ان اسم ابوه شين روبرتسون وان ابوه توفى بحادث، لكن هي صححت هالمعلومه، قالت انه ما في ولا شخص اسمه شين بالعائله، يمكن هو تلخبط بالاسم، لكن ما في احد بالعائله توفى من حادث. بس في معلومات ثانيه قالها كاميرون صح، قال ان احنا كان عندنا كلب لونه ابيض واسود صح، سالفه البيت الغرف صح، ففي اشياء قالها صح لكن في اشياء ثانيه قالها غلط. وبس بعد ما صار عمره 5 سنوات كاي طفل يمر بنفس الحالات هذه تبدا الذكريات تختفي شوي، لانه خلاص يكون متعلق بحياته اللي حاليا موجود فيها. طبعا ما حد يدري اذا صدقوا هم كانوا بحياه قديمه، لكن يعني يبدون ينسون هذه الذكريات لما يكبرون شوي. فانا ابي رايكم، ابيكم تكتبون بالتعليقات هل تحسون هالشيء موجود؟ انا يعني ما اؤمن بوجود هالشيء الرينكارنيشن، لكن القصص غريبه يعني، شنو تتوقعون السبب؟ هذه قصص حيل غريبه يعني، فما ادري، ابيكم تكتبون رايكم بالتعليقات. اذا تبوني اسوي جزء ثاني من هالفيديو، لان في وايد قصص عادي اصلا اخليها سلسله واكمل عليها، مثلا بالشهر مره انزل لكم قصه رينكارنيشن. اذا عجبكم المقطع لا تنسوني من اللايك واشتركوا بقناتي، ما هو كل شيء واوصل 100,000، واللي ما سمع اغنيتي باك تو يو يسمعها، راح احط لكم الرابط بالدسكربشن، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم.